أما لقيتي توفت امبارح. بدر سمعتني برجع بقلك الست جيهان توفيت. كيف هيك؟ اسمع، ما بعرف كيف صار هيك، بس اللي بعرفه كتير منيح إنه جيتي بحاجة لوجودك هلأ. إذا أنت ما وقفت جنبها بهالظرف مين رح يوقف؟ هي هلأ بمصيبة وقاعدة لحالها ببيت زوج أمها وما في حدا معها. أكيد أخي إقبال ما رح يقدر يروح لعند بنته، بس أنت الوحيد اللي فيك تروح من دون ما حدا يمنعك. بصراحة ست فريحة، أنت بتعرفي إنه أنا وجيتي كنا بدر هلأ مانو الوقت المناسب لنفتح قصص قديمة. بصراحة أنا بدي أطلب منك تطالعها من هداك البيت وترجع أنت وياها عبيتك. إذا أنت ما رحت اليوم وأخدتها، صدقني في حدا تاني رح يعمل هالشي، ووقتها رح تخسر جيتي وما رح تقدر تكسبها مرة تانية. لا تروح الفرصة من إيدك، اعمل أي شي كرمال تحسسها أنك واقف جنبها بهالظرف، وإلا رح تندم كل حياتك يا بدر.